هذه الأسئلة العشرة تستخدم لقياس المعرفة العلمية للجمهور. كم سؤالا تستطيع حله؟ شاهد مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لباقي الدول. كل عامين يطلب من مؤسسة العلوم القومية National Science Foundation أن تطلع الرئيس الأمريكي على حالة الدولة بشأن العلوم والهندسة. في تقريرها الأحدث بعنوان مؤشرات العلوم والتكنولوجيا في 2018، تقول مؤسسة NSF: مع نمو اقتصاديات الدول حول العالم معرفيا وازدياد التعاون المشترك فيما بينهما، تصير القدرة على الابتكار أكثر أهمية. أتت النتائج مقبولة، لكنها ليست عظيمة، فقد ازداد الأمريكيون اهتماما بقضايا البيئة بحسب التقرير نسبة إلى السنوات الماضية، وأظهروا انشغالا أكبر بالتغير المناخي ودور البشرية في حدوثه. كما ظهرت ثقة الجمهور الأمريكي في دور العلماء أكبر من ثقتهم في أي مؤسسة أخرى باستثناء الجيش، لكن الولايات المتحدة أظهرت تأخرا أمام عشرات من الدول في عدد شهادات البكالوريوس والشهادات المتخصصة في العلوم التكنولوجية والرياضيات والهندسة. بالإضافة إلى ذلك، لا يبلي الجمهور الأمريكي جيدا في الإجابة عن 10 أسئلة بسيطة تسألها NSF لاختبار معرفة الجمهور بالعلوم. في السطور التالية تجد الأسئلة العشرة التي استخدمتها NSF في تقريرها الأخير. اختبر عدد إجاباتك الصحيحة وقارن أداءك بأداء 11 دولة خضعت لنفس الامتحان. صحيح أم خطأ؟ مركز الأرض ساخن جدا. الإجابة الصحيحة هي صحيح. يقدر العلماء أن مركز الأرض تزيد درجة حرارته عن 5000 درجة مئوية، وهي تقريبا درجة حرارة سطح الشمس. السؤال الثاني، صح أم خطأ؟ القارات تتحرك منذ ملايين السنين وستستمر في الحركة مستقبلا. الإجابة الصحيحة هي صح. تكتونيات الصفائح هو العلم الذي يبحث في كيفية تكون الطبقة الخارجية من الأرض من صفائح قشرية ضخمة بحجم القارات، وكيفية تحرك هذه الصفائح باستمرار وتجددها. معظم هذه الصفائح تتحرك بما لا يزيد عن 4 سنتيمترات في العام بحسب شبكة قياس الزلازل بشمال غرب المحيط الهادئ Pacific Northwest Seismic Network. مع ذلك، ربما تكون هذه العملية ضرورية لجعل كوكبنا الصخري صالحا للحياة. السؤال الثالث، ما هي الإجابة الصحيحة؟ الأرض تدور حول الشمس أم الشمس تدور حول الأرض؟ الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى، أي الأرض تدور حول الشمس. نحن على يقين من هذا على أبسط مستوى، لأننا نرى كيف تتغير أماكن النجوم مع الوقت. تطلب عصر الفضاء منا أيضا أن نتفهم هذه الحقيقة جيدا، وأن نعترف بوجودنا الضئيل في الكون بعدما بدأت تطالعنا الصور المذهلة التي أخذت للأرض عن بعد. السؤال الرابع، صحيح أم خطأ؟ هل كل الأنشطة الإشعاعية هي من صنع الإنسان؟ الإجابة الصحيحة هي لا. الإشعاع الطبيعي موجود في كل مكان، وخاصة في الفضاء. في التربة والماء والزرع توجد دائما كميات ضئيلة من الإشعاع، بل إن البوتاسيوم الموجود في الموز مشع كذلك. السؤال الخامس، صح أم خطأ؟ الإلكترونات أصغر من الذرات. الإجابة الصحيحة هي صح. الإلكترونات أقل كتلة بكثير من البروتونات والنيترونات التي تكون قلب الذرة. السؤال السادس، صح أم خطأ؟ هل يعمل الليزر عن طريق تجميع الموجات الصوتية؟ الإجابة الصحيحة هي خطأ. يعمل الليزر عن طريق تجميع الموجات الضوئية وليس الصوتية. السؤال السابع، صح أم خطأ؟ بدأ الكون بانفجار كبير. الإجابة الصحيحة هي صح، مع شيء من التحفظ. هذه هي أفضل نظرية توصلنا إليها عن كيفية نشأة الكون، نقطة ذات كثافة لا نهائية بدأت في التمدد مع بداية الكون وصنعت المجرات والكواكب والنجوم التي نراها، أي لا تزال في حالة حركة إلى اليوم. تسمى هذه النظرية بنظرية الانفجار الكبير،
رغم أنه نظريا ليس انفجارا. يقول نابيل ريغان، طالب دكتوراه في فيزياء الفضاء النووي بجامعة فلوريدا الحكومية، في رسالة إلى دورية بيزنس إنسايدر، لحدوث انفجار يجب أن يكون هناك فضاء تتوزع فيه المادة أو تتناثر. على سبيل المثال، عندما ينفجر نجم يبعث مادته في الفضاء. ويتابع، الانفجار الكبير يختلف كثيرا عن ذلك، فهو تمدد للفضاء نفسه. المادة، وهي الجسيمات ومضادات الجسيمات الأولية، نشأت خلال عملية التمدد، لذا فإن تسميته بالانفجار يعد أمرا خاطئا. السؤال الثامن، صحيح أم خطأ؟ جين الأب هو ما يحدد جنس الجنين، ذكر أم أنثى؟ الإجابة الصحيحة، وهي طبعا وهي معروفة عند الجميع، صح. يحدد الجنس عن طريق اثنين من الكروموزومات يحمل المنيو أحدهما، إما كروموزوم X الأنثى أو كروموزوم Y الذكر. الحيوان المنوي الذي يصل إلى البويضة أولا ويتحد مع كروموزوم X من بويضة الأم يحدد نوع الجنين. تشريحيا، XX هو الأنثى و XY هو الذكر. السؤال التاسع، صحيح أم خطأ؟ المضادات الحيوية تقتل كل الفيروسات، كلا من الفيروسات والبكتيريا. الإجابة الصحيحة هي خطأ. المضادات الحيوية تقتل البكتيريا فقط ولا تقتل الفيروسات. السؤال العاشر، صح أم خطأ؟ الإنسان كما نعرفه اليوم تطور عن أنواع أقدم من الحيوانات. الإجابة الصحيحة هي صح. الحفريات والدراسات الجينية وأبحاث أخرى أثبتت خلال القرن الماضي مرة بعد مرة أن التطور لم ينتج فقط أنواعا تشبه الإنسان، لكنه سيستمر في تشكيل الأجيال التي ستأتي بعدنا. هذه الأسئلة طرحت على الشعب الأمريكي وبعض الشعوب الأخرى، وكان ترتيب الدول من الأفضل إلى الأسوأ في عام 2017، من أفضل الدول إلى أسوأ قلنا، وهي كندا، الاحتلال الإسرائيلي، الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، اليابان، وبعدها ماليزيا، الهند، الصين، روسيا. حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على ما يعادل دي سالب في المتوسط، بينما حصلت أعلى الدول وهي كندا على سي سالب. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي يستعرض أمامكم 10 أسئلة تستخدم لقياسة المعرفة العلمية للجمهور. السلام عليكم ورحمة الله.